استمعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال لقاءين منفصلين إلى ملاحظات جمعية البنوك وجمعيات أصحاب الأعمال ومستثمرين عرب على مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022. جمعية البنوك قدمت مقترحات أما نقل مهام لجنة الحوافز إلى مجلس الاستثمار وتقديم حوافز استثنائية للمستثمرين الأجانب تعادل تلك المقدمة من الدول المجاورة، لافتا إلى أن مشروع القانون لم يتطرق لمرحلة الترويج لجذب الاستثمار. بدورهم رؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل قدموا مقترحات تركزت على ضرورة مراجعة الخريطة الاستثمارية بشكل سنوي وربط الإعفاءات الضريبية بفرص العمل المتوفرة، بالإضافة إلى ضرورة تسويق الاستثمار من خلال هيئة مختصة وتسهيل دخول المستثمرين من خلال التسجيل عبر منصة خاصة وإعادة النظر بالجنسيات المقيدة وفتح باب استخدام العمالة من دول جديدة. على الدورة العادية القادمة سيكون مجموعة أخرى من القوانين، بمعنى أنه القوانين الناظمة للبيئة الاستثمارية ليس فقط قانون الاستثمار يتم إعادة النظر فيها، لكن يعني أبو القوانين كلهم هو قانون الاستثمار اللي يجب اللي هو بين إيدينا اليوم واللي احنا بنتعامل معه. هذا الحوار الوطني الذي قلنا في مجلس النواب أننا سنطلقه نحن نعنيه وقد بدأنا به، وأنا أؤكد للحاضرين جميعاً أن هذا الحوار لن يكون حوارا شكليا، بل سنستمع إلى ملاحظاتكم وسنحاول عكس ما يمكن منها في مشروع القانون.